نبدأ في تصحيح الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا الدورة الاستدراكية 2012، موضوع الكيمياء. إذن موضوع الكيمياء الجزء الأول، إذن الجزئين الأول والثاني مستقلان. بالتالي الجزء الأول 3 نقاط: التحليل الكهربائي لمحلول برومور النحاس الثاني يعتبر، نحاول نكبر واحد شوية، 150، نعم. إذن يعتبر التحليل الكهربائي من التقنيات الأساسية المعتمدة في العمل، إذا حيث يمكن من تحضير بعض الفلزات ومركبات كيميائية أخرى تستعمل في الحياة اليومية. يهدف هذا الجزء من التمرين إلى تحضير ثنائي البروم Br2 وفلز النحاس بواسطة التحليل الكهربائي. إذن المعطيات: الكتلة المولية للنحاس هي 63.5 جرام بار مول، ثابتة فاراداي وهي 9.65 × 10⁴ كولوم بار مول. ننجز التحليل الكهربائي لمحلول برومور النحاس الثاني ذي الصيغة باستعمال الكترودين E1 من الجرافيت، فيتكون ثنائي البروم، وهو ثنائي البروم على مستوى E1، ويتوضع فلز النحاس على مستوى E2. مثل تبيان التركيب التجريبي لهذا التحليل الكهربائي محددا الكاثود والانود. إذن أولا يجب أن نفهم بأن فلز النحاس سيتكون، إذن ستتكون ذرات النحاس انطلاقا من إيون النحاس، إذن سيكتسب إلكترونات، إذن هذه الإيونات ستكتسب إلكترونات، وبطبيعة الحال عند اكتساب الإلكترونات إذن نكون عند إلكترود معين. إذن ما هو هذا الإلكترود؟ نفس الشيء بالنسبة للبروم، البروم فهو غاز مثل الكلور. إذن البروم عبارة عن إيونات Br ناقص، يعني أن تحتوي على مزيد من الإلكترونات وبالتالي ستفقد إلكترونات. إذن على مستوى على مستوى الإلكترود الذي سيتكون عنده البروم سيكون هناك انطلاق للإلكترونات إلى الدارة الكهربائية، بينما جهة النحاس سيتم هناك اكتساب الإلكترونات. إذن ربما الآن بدأت الصورة تتضح. إذن ننتقل إلى التحليل أو التصحيح. إذن تصحيح الدورة الاستدراكية، موضوع الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا الدورة الاستدراكية 2012 كيمياء، الجزء الأول تحليل كهربائي. إذن التمثيل هو هذا. إذن نلاحظ أن لدينا ماذا؟ إذن لدينا هذا الأنود وهذا هو الكاثود. إذن الكاثود تنتقل إليه ماذا؟ الكاثود هو الذي يكتسب إلكترونات، تأتي الإلكترونات فتدخل إلى الكاثود فيكتسبها، تكتسبها إيونات النحاس فتتحول إلى ذرات النحاس. في الجهة الأخرى أو عند الأنود Br تفقد هذه الإلكترونات التي ستصعد عبر الدارة ويتكون غاز البروم. إذن هذا تمثيل. إذن الأنود هي الإلكترود E1 المرتبطة بالقطب الموجب للعمود، والكاثود هي الإلكترود E2 المرتبطة بالقطب السالب للمولد. نمشيو ثانيا، اكتب نصف معادلة التفاعل الحاصل عند كل إلكترود. إذا المعادلة هي اللي قلنا الآن سنكتب ما قلناه. إذا كتابة نصف معادلة التفاعل الحاصل عند كل إلكترود: الكاثود يحدث عندها اختزال النوع المؤكسد، إذا هناك اختزال، إذا يعني اكتساب إلكترون، إذا اكتساب إلكترونين فيتحول إلى جسم صلب أو ذرة صلبة. إذا هذا واحد على مستوى الأنود، أكسدة النوع المختزل Br2. إذا Br سيفقد إلكترونين ويتحول إلى Br2 زائد إلكترونين ينتقلان عبر الدارة الكهربائية. نمشيو الآن للسؤال رقم 3: استنتج المعادلة الكيميائية الحصيلة المنمذجة للتحول الذي يحدث أثناء التحول أو التحليل الكهربائي. إذا سنجمع المعادلتين،
إذن استنتاج معادلة الحصيلة سنجمع من 1 و2، إذن سي يو 2 زائد زائد 2 بي ار ناقص سيعطي سي يو زائد بي ار، هنايا بي ار 2 هو ليس اكو وإنما غاز. على كل إذن رابعا يزود مولد كهربائي الدارة بتيار كهربائي شدته اي ثابتة اي تساوي 0.5 امبير خلال المدة دلتا تي تساوي 2 ساعة. حدد الكتلة ام للنحاس الناتج خلال مدة اشتغال المحلل، وللتذكير يجب ادخال اف وادخال كمية المادة عدد مولات الالكترونات علما ان هناك الكترونين. إذن رابعا تحديد كتلة ام للنحاس الناتج خلال المدة دلتا تي تساوي 2 اش. نعم، إذن ننشئ الجدول الوصفي كما هو معلوم. الجدول الوصفي، إذن الجدول نضع فيه المعادلة الكيميائية والحالة البدئية والحالة النهائية. إذن معادلة التفاعل هي هذه اللي كتبنا قبل، معادلة التفاعل ثم حالة المجموعة ثم الحالة البدئية ثم الحالة عند دلتا تي تساوي 2 ساعة. ليست إذا نكتب الآن التقدم كمية المادة، كمية مادة الإلكترونات المتبادلة، إذا عدد الإلكترونات، إذا آن، إذا كمية المادة أو آن اي سي 2 زائد ديال ايونات النحاس ثم ديال البرو بروم ثم صفر صفر، وهذا التقدم في البداية يساوي صفر. اذا نتابع، اذا 2 اكس هذا هو التقدم. اذا بالنسبة لنا هنايا ان اي ناقص 2 اكس ان اي ليس ناقص 2 اكس وانما ناقص اكس نيشان، لان هنا عندنا اكس وهنا عندنا اكس. اذا يجب كتابة بار ناقص 2 اكس بالنسبة لهذه اللي عندنا 2، اما هنا عندنا اكس اكس. نعم، اذا الان هذا هو الجدول الوصفي. نلاحظ من خلال الجدول كمية مادة الالكترونات المتبادلة بين النوع المختزل والنوع المؤكسد هي نعم، اذا كمية المادة او كمية او عدد الالكترونات او كمية مادة الالكترونات المتبادلة هي 2 اكس، وبالتالي لدينا اذا نعلم ان كمية الكهرباء تكتب كما يلي، التي تجتاز الدارة خلال المدة دلتا تي هي كيو كتساوي ان او في F تساوي E دلتا T. إذا كنعرفو هاد Q تساوي E فوا دلتا T. نعم، إذا أي أن غتولي عندنا N كمية مادة الإلكترونات هي 2 X، ثم نتابع ومنه فإن X تساوي E في دلتا T على 2 F. إذا ومن خلال أو من الجدول أيضا نكتب كمية مادة النحاس تساوي X. الكتلة ام للنحاس هي ام تساوي كمية المادة ديال النحاس في الكتلة المولية ديال النحاس، هادشي كيساوي اكس في كمية المادة او الكتلة المولية ديال النحاس. اذا نعوض الان فنحصل تطبيق عددي على ام تساوي، نعوض بالاعداد، شدة التيار هي 0.5 و 2 ساعة، ونضربها في 3600 ديال الثواني باش نحولوها للثانيه، ونضربها في 63.5 ديال الكتله الموليه، ونقسمه على 2 في اف، وسنحصل على 1.18 غرام. نعم، اذا نمشيو للجزء الثاني. الجزء الثاني الدراسة الحركية لحال مائة استر، يتميز المركب العضوي إيطانوات 3 ميتيل بوتيل
رائحة زكية تشبه رائحة الموز، ويضاف كمادة معطرة في بعض الحلويات والمشروبات والياغورات. يهدف هذا الجزء من التمرين إلى الدراسة الحركية لتفاعل حلمة إيثانول 3 ميثيل بوتيل وتحديد ثابتة التوازن لهذا التفاعل. المعطيات: إذا الصيغة نصف المنشورة للإيثانول 3 ميثيل بوتيل الذي نرمز له بالرمز أ هي هذه، نعم، وللتذكير فهذا إستر. ثم الكتلة المولية للمركب أ هي هذه، ثم الكتلة الحجمية للمركب هي هذه، ثم الكتلة المولية للماء هي هذه، الكتلة الحجمية للماء ها هي. إذا كنلاحظوا بأن عندنا هنا الكتلة الحجمية ديال المركبين، وعندنا الكتلة الحجمية ديال الماء أيضا. إذا ننتقل للأسئلة. نصب في حوجلة الحجم في من الماء 35 مللتر من الماء المقطر ونضعه في حمام مريم درجة حرارته ثابتة، ثم نضيف إليها الحجم في أو تساوي 15 مللتر من المركب أو، فنحصل على خليط حجمه في تساوي 50 مللتر. السؤال الأول: حدد المجموعة المميزة للمركب أو. المجموعة المميزة، إذا مع العلم أن المجموعة المميزة تميز الإستر أ، إذا ما هي المجموعة التي تميز الإستر أ؟ نعم، إذا الجزء الأول دائما تحديد المجموعة المميزة. المجموعة المميزة هي هذه، أن هناك كربون متصل بأكسجين ثم أكسجين آخر، وهنا راديكال أو جذر الكيلينا وواحد آخر هنايا. إذا الإستر دائما على هذا الشكل، إذا هذه هي مجموعة إستر وصيغتها، إذا يمكن نعطيه الشكل. إذا ندوزو ثانيا حدد المجموعة المميزة. ثانيا اكتب المعادلة الكيميائية المنمذجة لحلمة المركب أو باستعمال صياغ نصف المنشورة. إذا دائما الحلمة تحتاج إلى كحول وحمض يعطي إستر وماء. إذا الآن نقوم ب إذا لدينا هذا هو الإستر، إذا كتبت المعادلة زائد هذا الماء وهذا كحول وهذا هذا حمض، هذا حمض إيثانويك وهذا كحول في المميزة أو في المميزة HO. إذا كحول زائد حمض كيعطينا الماء زائد إستر. نعم، إذا نمشيو للسؤال اللي من بعد. نتتبع تطور تقدم تفاعل إكس دو تي بدل الزمن فنحصل على المنحنى المتل في الشكل التالي. إذا كنلاحظو كمية المادة إكس تزداد وتصبح ثابتة في عند لحظة معينة. نعم، إذا السؤال يعبر عن السرعة الحجمية للتفاعل بالعلاقة في تساوي 1 على في الحجم دلتا إكس دو تي على دي تي، حيث في الحجم الكلي للخليط، في هي الحجم الكلي للخليط. أحسب بالوحدة مول بار لتر بار مينيت قيمة السرعة عند اللحظة تي تساوي 20. لا ننسى بأن هناك مساعدة توجد على المنحنى، أعطونا هذا المماس، مماس عند نقطة أو عند لحظة. يمثل المستقيم تي مماسا للمنحنى في النقطة ذات الأفصول تي تساوي 20 ملي مينيت. حدد مبيانيا التقدم النهائي إكس إف للتفاعل وزمن نصف تفاعل تي تساوي واحد أو تي ديال أندوم، تي أندوم عفوا باردون. إذا ناخذ السؤال الأول. أولا أحسب قيمة السرعة، نعم، إذا حساب قيمة السرعة الحجمية عند اللحظة تي تساوي 20 مينيت. إذا لدينا
تساوي دلتا اكس على دلتا تي، ناخذ قيمتين، نعم، ثم نعود. اذا هذه واحد على في، هذا الحجم. علاش درنا 35 زائد 15 في 10 اس ناقص 3؟ يمكن نرجعوا. اذا 35 زائد 15 مليلتر، مليلتر اذا خصنا نحولوا لليتر، نضربوا في 10 اس ناقص 3. اذا غادي 35 زائد 15 في 10 اس ناقص 3، نعم، في قيمتين. اذا ناخذ جوج ديال قيمتين ونقسموهم على اللحظتين المقابلتين. اذا خدينا صفر وخدينا هنا 20. بون، نرجع نوريكم هاد المساله هادي. اذا في تي تساوي صفر كانت عندنا هاد القيمه هادي، وفي 20 كانت عندنا هاد القيمه هادي. اذا غنديروا 20 ناقص صفر، هاد القيمة المقابلة ل 20 ناقص القيمة المقابلة لصفر، وغادي نلقاو بطبيعة الحال القيمة المناسبة اللي هي 2.4 في 10 أس ناقص 2 مول بار لتر بار مينيت. نمشيو للسؤال الموالي. حدد مبيانيا التقدم النهائي إكس فينال للتفاعل وزمن نصف التفاعل مبيانيا. اذا مبيانيا يعني خص نستعمل المنحنى. اذا نستعملوا المنحنى. اذا قبل هذا، اذا تحديد مبيانيا التقدم النهائي اكس اف، اكس اف اش كيساوي؟ كيساوي 0.085 مول بار لتر. نرجع هنا. اذا اكبر قيمه، اكبر قيمه دابا لان عندنا هنا اكس، فين هي اكس؟ اكبر قيمه لي اكس هي هذه، هي اكس فينال. اذا شحال هذه؟ هذه هي القيمه 0.085 مول. علاش هي هذه؟ هذه 80 و 85. نعم، نمشيو نشوفوا. نعم، شنو المطلوب ثاني؟ تي اندومي. تي اندومي كيفاش كنديروا؟ بالنسبه لتي اندومي هناك طريقة مبيانية كنقوم بها تحديد زمن نصف التفاعل تي اندومي. حسب التعريف فإن تي اندومي كتساوي إكس فينال على جوج. إذا خصنا ناخذ هذه القيمة ديالها ونبحثوا ليها على، إذا عند الإسقاط نديرو إكس مقسومة على 2 هي 0.42، وعن طريق الإسقاط نجد مبيانيا تي اندومي تساوي تقريبا 28 دقيقة. رجعوا للمنحنى. هذه المسافة هذه نقسمها على جوج، والمكان اللي غتلوحني فيه هو اللي غادي ناخد تي ديالو اللي هي 28 دقيقة. نمشيو للسؤال رقم 4. أنشئ الجدول الوصفي لتطور المجموعة الكيميائية ثم أوجد تركيب الخليط عند التوازن. نشئ جدول الوصفي لتطور المجموعة. إذا خصك دير جدول كالعادة وندير فيه على سميتو، ثم حدد ثابتة التوازن ك الموافقة لحل مائة المركب. إذا ك كما شفنا كنشوفوها دائما هي التراكيز ديال النواتج على التراكيز ديال المتفاعلات. وهنا عندنا حل مائة يعني الإستر زائد الماء، حل بالماء، حل مائة حلوا بالماء. إذا رجعوا نشوفوا التصحيح، نديروا التصحيح كما هو في هذا الدرس. إذا إنشاء الجدول الوصفي لتطور المجموعة الكيميائية، كمية مادة الإستير البدئية هي من جاتنا هذه؟ جاتنا من الكتلة ديال الإستير عند بداية. إذا الكتلة ديال الإستير مقسومة على الكتلة المولية ديالو، سنحصل على، نعم، الكتلة هي عندها علاقة بالكتلة الحجمية، هي الكتلة الحجمية في الحجم، وسنحصل على 0.87 في 15 مقسومة على 130 اللي كتساوي 0.1 مول. قلنا الماء
والماء سواء عطونا سواء الكتلة الحجمية ديالو والحجم ديالو، وعندنا الكتلة المولية ديالو، إذن 1.9 مول. نرسم الجدول. معادلة التفاعل هي هذه، الإستير زائد الماء كيعطينا الحمض زائد الكحول. مزيان. الحالة حالة المجموعة، الحالة البدئية، الحالة عند التوازن، عند التحول كلي. بطبيعة الحال التقدم إكس، إكس في الأول يساوي زيرو، كمية المادة البدئية ديال الإستير يساوي صفر واحد، هذه 1.9 ديال الماء، صفر صفر. عند التوازن يساوي إكس إف، تحول كلي يعني إكس ماكس أو تحول كلي أي أنها تساوي صفر، أي أن لم يعد لدينا من أحد المتفاعلات. إذا إحنا كنكتبو إكس تساوي إكس ماكس. إيجاد تركيب الخليط، إيجاد تركيب الخليط. نعم، إذا خصنا واحد اللغز نحلوه بعدا حسب نتيجة السؤال. جوج ثلاثة لقينا إكس فينال هي 0.085، لأنها سينتهي التفاعل عند هذه الكمية. إكس فينال تساوي 0.085، عند التوازن يكون تركيب الخليط كما يلي. من جهتنا هذه الأعداد، إذا كمية المادة النهائية للإستير هي 0.01 اللي كانت عندنا، ناقص إكس فينال تساوي 0.01 ناقص هذه كتعطينا 0.015 مول. إذا إحنا لقينا تركيب، بدينا كنلقاو في التركيب، لقينا دابا ديال الإستير، لقينا ديال الماء. نفس الطريقة حسبوه، تعطينا الماء كاين 1.815 مول. عطينا الآن المكونات، إذا إكس فينال غادي يبقى إكس فينال كاين هنا، هي ديال هادي وديال هادا، ديال الحمض وديال الكحول. إذا متساويين كيساوي 0.085. ونمشيو للرابعة، حدد ثابتة التوازن كالموافقة الحالية. إذا الإنسان اللي عارف الدرس يمكن يكسب هادي، ويكشاش عليها 0.5، على نصف نقطة. نكتبو تطبيق عددي، تحديد ثابتة ك، إذا كتساوي ماذا؟ تساوي التركيز ديال الحمض، التركيز ديال الكحول على الإستير في التركيز ديال الماء. كي نعوض ثم سنجد القيمة المناسبة. إذا شكرا على اهتمامكم، والسلام عليكم.